السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة مع بطل من أبطال الإسلام. البطل ده طبعا ده كان شكله في الحرب إن هو كان بطل شجاع. البطل اللي معانا ده وعلشان كده القصة اتسمت باسمه، هذا البطل اسمه عقبة بن نافع. البطل ده طبعا عمر البطل ما يكون بطل مرة واحدة وهو ما يكبر، لا لازم بيبدأ من صغره. زي ما انت عندك اي لاعب كورة لازم علشان يكون لاعب ممتاز لازم يتمرن وهو صغير، يتدرب وهو صغير. كذلك احنا عندنا البطل، هذا البطل الشجاع كان شجاعا منذ صغره، ولهذا سنتكلم في اول الفصل عن طفولته، فنقول انه هذا الفصل الاول اسمه بطولة مبكرة، انه بطولة مبكرة منذ كان طفلا او منذ الصغر. تمام، نبدأ مع بعض الفصل الأول. قال لي هذا البطل ولد تحت شمس الصحراء المحرقة وفي جوها اللافح، يعني شديد الحرارة، تحت شمس الصحراء المحرقة وفي جوها اللافح، في البيئة التي ينشأ فيها الرجال الأشداء أقوياء. يبقى عندنا أين ولد عقبة بن نافع؟ ولد تحت شمس الصحراء المشرقة في جوها اللافح يعني شديد الحرارة، في البيئة التي ينشأ فيها الرجال الأشداء أقوياء، كمان في المجتمع الذي لا يعتز إلا بالفتوة الشجاعة والجرأة والإقدام، على الأرض التي يقتحم أهلها المخاطر، يأتي إليها أو يتجاوز أهلها المخاطر ويصنعون البطولات. هذا الطفل طبعا ولد في مكة، يبقى هذا كلامه عن الصحراء، في البيئة التي ولد، صفة وهيئة البيئة وشكل البيئة التي ولد فيها هذا البطل الشجاع. ولد طفل في بيت نافع ابن عبد القيس الفهري. يبقى ولد طفل، هذا الطفل ولد في بيت مين؟ نافع ابن عبد القيس الفهري، لذلك هو اسمه عقبة بن نافع ابن عبد القيس الفهري. والده كان أحد أشراف مكة وأبطاله المعدودين، يبقى كان والده كان له مكانة كبيرة في مكة، فكان من أشرافها وأبطالها المعدودين. طيب سمي عقبة، أنت مثلا لما أقول لك ليه سميت محمد تقول لوالدي بابايا حبي يسمينا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليه سماك كذا؟ كان ليه سبب. طب لماذا سمى والد عقبة ابنه بهذا الاسم؟ سماه والده عقبة تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش. يعني تيمنا؟ قال لي تبركا. طب ليه تبركا؟ قال لي ان كان اكثر الفرسان الاقوياء الشجعان الابطال الموجودين في مكة كان اسمهم عقبة، فتيمنا تبركا ان هو كان الوالد كان نفسه أن يصبح ابنه مثل هؤلاء الأبطال، يبقى سمي عقبة بهذا الاسم تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء الذين يقهرون الأعداء. كده عرفنا أين ولد عقبة، ما اسم والد عقبة، وما مكانته في بلده أو في مكة، ولماذا سمي عقبة بهذا الاسم. ندخل على بعد كده. ولد عقبة في وقت كان الصراع فيه قويا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يبقى عقبة ولد في بداية النبوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولد الطفل والصراع يومئذ يعني في الوقت ده على أشده، في أشد الأوقات وفي خطر على أشده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. يبقى هو ولد في بداية النبوة، وبعد ميلاد الطفل بسنة واحدة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هاجر النبي، متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر بعد ميلاد عقبة بن نافع بسنة واحدة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أين هاجر ومن أين؟ هاجر من مكة إلى المدينة. طب لماذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم حب يهاجر أو أراد الهجرة؟ ليتحاشى أذى المشركين، يعني ليتحاشى، ليبتعد ويتجنب أذى المشركين، وليفتح صفحات جديدة للإسلام في بقعة أخرى من أراضي الجزيرة العربية. يبقى لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لماذا؟ ليه؟ ليتحاشى أذى المشركين، ليبتعد عن أذى المشركين. طيب ده حاجة خاصة بالأذى، تاني حاجة وَلْيَنْشُرْ وَلْيَفْتَحْ صَفْحَاتٍ
جديدة للإسلام في بقعة أخرى من أراضي الجزيرة العربية. يبقى هنا عرفنا متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حال الوقت أو كيف كان الوقت وقت ميلاد عقبة بن نافع، ولماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نجي على الكلمة اللي بعد كده. بدأ الطفل يكبر، أو بدأ الرضيع يكبر، فبدأ وأصبح أن يكون طفلا، وأصبح طفلا. فعندنا طبعا في كلمات الطفل بيسمعها هو صغير بيفضل يعدها، زي مثلا جعان أو شبعان، الكلمات أكثر تكرارا، الكلمات اللي بتتعدمه كتير بيفضل يعدها. لو سمع قطة بتنونو هينونو زيها، ليه؟ لأن هو بيسمع الكلمات دي فبيعدها. فعندنا هذا الطفل كان يسمع كلمات أخذ يكررها ويعيدها، فكان أول كلمات طرقت سمع الطفل الصغير هي كلمات مثل أول حاجة الإسلام، ثاني حاجة الجهاد، ثالث حاجة الفتح. يبقى احنا عندنا ثلاث كلمات كانت أول كلمات طرقت سمع هذا الطفل، يعني طرقت كانت أول من أول كلمات التي سمعها، أول كلمات الإسلام، الجهاد، الفتح. طيب إيه السبب إن الثلاث كلمات دول؟ قال لما الطفل كان بيسمع أنه كلمة جعان كان لأن والده كان جوعان. طيب لماذا سمع الطفل أو كان يسمع الطفل هذه الكلمات أكثر الكلمات سماعا؟ قال لأن والده هذا الرجل العظيم المكانة، لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام. يبقى لأن والده كان في بداية الإسلام، كان من الناس اللي أسلمت في بداية الإسلام، وطبعا الإسلام في بدايته كان محتاج بيدعو إلى الإسلام، والإسلام محتاج جهاد، والجهاد يحتاج إلى فتح، فتح إسلامي. لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام، وكانت هذه الكلمات تتردد على شفتيه كما تتردد على شفتي كل أو كل من آمن بالله ورسوله واعتنق الإسلام عن إيمان وعقيدة. كده عرفنا ما أول كلمات طرق السمع عقبة ابن نافع ولماذا. طيب سؤال هنا، هل كان الطفل يفهم معنى هذه الكلمات؟ لا، الطفل كان بيكرر ويعيد الكلمات بس. فهنا لم يكن الطفل يعي يفهم معنى هذه الكلمات في سنواته الأولى، ولكن بعد أن شب عن الطوق وأصبح يدرك وأصبح يفهم ما يجري حوله من أحداث تفهم معنى تلك الكلمات. يبقى لم يكن يفهم معناها معنى هذه الكلمات في الصغر، ولكن بعد أن نشأ وكبر سنه أو وكبر سنه تفهم وعرف معناها، عرف معنى هذه الكلمات. وذات يوم وقد بلغت التاسعة من عمره أو من عمره، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جيش يضم خيرة أبناء الجزيرة. هو عنده 9 سنين سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاء مكة ليفتحها، فدخل في جيش يضم خيرة وخيرة أبناء الجزيرة العربية، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح مع خصومه، أن النبي تسامح تنازل عن عما كان ينويه من عقاب لهم، لأنهم عذبوهم، عذبوا المسلمين وظلموهم. فتسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى ماذا سمع عقبة عندما بلغ التاسعة من عمره؟ سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة ومعها جيش كبير يضم خيرة أبناء الجزيرة العربية، وتسامح مع خصومه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أحرار. هنا بدأ ينمو عقبة، وبدأ ينمو في قلبه حب الجهاد، فنما زاد عقبة وزاد في قلبه حب الجهاد، فحب الجهاد يجري في عروقه ويملأ كل ذرة في كيانه، وأحب أن يكون من أبطال المبارزة. هم أبطال المبارزة، أن يتقدم محارب أو بطل مقابل بطل آخر كما نرى. فتدرب عليها مع الشباب المسلم وأجادها، أخذ يتدرب المبارزة الشجاعة، وأعانه. من الذي أعانه على إشباع هذه الرغبة؟ من الذي شجعه على هذه الشجاعة؟ قال وأعانه على إشباع هذه الرغبة في نفسه. من؟ قال لي كان في صحابي جليل بطل شجاع برضه، ولكن كان أكبر من عقبة. هذا البطل كان اسمه عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ده كان ماله؟
كان ليه صلة بعقبة؟ قال آه، ده كان عمرو بن العاص، ده كان ابن خالة عقبة. فهنا هو الذي أشبع هذه الرغبة في نفس عقبة، في نفس عقبة بن نافع. لماذا؟ لأن عقبة كان ابن خالته، وكثيرا ما يلتقي به، يبقى كان بيقابله كتير لأنه قريبه، ويسمع منه قصص البطولة التي يقوم بها المسلمون أثناء دفاعهم عن الدين الإسلامي. يبقى كان كلما خاض عمرو بن العاص، كلما عمرو بن العاص بيدخل حرب ويشارك فيها، كان يبلغ الأخبار التي حدثت فيها لعقبة ابن نافع. كان عمرو يعتقد أن عقبة سيكون بطلا من أبطال الإسلام، كان بيظن فيه أن هو هيكون بطل، زي ما احنا كده بنظن في الطفل الذكي أن هو يكون حاجة عظيمة. فكان يعتقد أن عقبة سيكون بطلا من أبطال الإسلام. فهو إذ بلغ مبلغ الشباب، يعني حين بلغ مبلغ الشباب، راح يجيد المبارزة ويبدي فيها، يعني يظهر فيها فائقة، فيها مهارة فائقة فيها، أنه أصبح ماهرا شجاعا. طيب هنا بدأ يبقى فيه خلاص، هو بدأ يشجع عقبة بن نافع، بدأ يعرف أنه هو يكون شجاع. طيب هنا عايز يختبره، يدخله في أي أول موقف يبرز شجاعته. قال هنا فكان في امتحانين، حصل امتحانين كده. فعندما أسند الخليفة عمر بن الخطاب فتح الشام إلى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب كان هو خليفة المسلمين، حاكم المسلمين، فكان لما حب يفتح فتح الشام أسند فتح الشام إلى القائد عمرو بن العاص. فعمرو بن العاص ماذا صنع؟ جعل في مقدمة الجيش الذي ذهب لفتح الشام عقبة بن نافع، يبقى خلاه هو القائد بتاعهم، وهو شاب لم يبلغ بعد سن العشرين، يبقى جعله في مقدمة الجيش وهو لم يبلغ بعد سن العشرين، ما وصلش لسن العشرين. فأبلى عقبة بن نافع في فتح الشام بلاء حسنا، يعني قدم فيها شجاعة عظيمة، وأظهر مقدرة خارقة على اقتحام صفوف الأعداء والنيل منهم كما نرى. وكان هذا أول امتحان له في الجهاد، يبقى ده كان أول امتحان له وهو فتح الشام، وقد أداه بنجاح منقطع النظير، يعني ما فيش له نظير ولا شبيه. ثم جاء الامتحان الثاني وهو فتح مصر، فقد استطاع عمرو بن العاص بجيشه الضئيل العدد أن يهزم الروم. يبقى كان في جيش مصر، كان في جيش المسلمين الذي ذهب لفتح مصر، كان ضئيل العدد، عدده صغير، فاستطاع عمرو بن العاص أن يهزم الروم، وساعده في هذا الفتح عقبة، فكان لعقبة دور ملحوظ في هذا الفتح. يبقى هنا أصبح لعقبة دور بارز في هذا الفتح. ولكن هنا سؤال، هل اختار عمرو بن العاص عقبة في هذا الفتح لسبب القرابة أم للشجاعة؟ طبعا نتعلم ونعرف أن الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا شيئا اسمه الواسطة، ما كانوش بيعرفوا حاجة اسمها واسطة، وما كانوا بيعرفوا حاجة اسمها المكانة. هذا الشخص جدير أو يلوك بهذا المكان، ما لهمش يعرفوا حاجة اسمها واسطة. فلم تكن صلة القرابة أو صلة القرابة بين عمرو بن العاص وعقبة بن نافع هي الدافع الذي حدا، يعني جعل حدا بعمر إلى أن يختار عقبة للاشتراك في هذين الفتحين المهمين. يبقى مش صلة القرابة، أمال ماذا؟ وإنما كانت مهارة عقبة الحربية هي الأساس الذي بنى عليه عمرو ثقته في عقبة. يبقى كانت ليست صلة القرابة، وإنما المهارة الحربية هي الأساس، فهي الأساس الذي بنى عليه عمرو ثقته في عقبة وتفضيله على من عاداه من أهله الأقربين. يبقى هي الشجاعة الحربية والمهارة في الحرب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.